قام رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن بمواصلة الاحتفال بعيد الشرطة بمختلف الشوارع والميادين وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقل السيارات. وفي هذه المناسبة أعرب المواطنون عن خالص تقديرهم لرجال الشرطة ودورهم في تحقيق رسالة الأمن. لوحة احتفالية تزينها الفرحة والبهجة عمت شوارع الجمهورية مع نزول رجال الشرطة إلى الشوارع والميادين وسط المواطنين للاحتفال معهم بالذكرى 71 لعيد الشرطة، والتي ترسخ لمعاني التضحيات والفداء من أجل كرامة الوطن، وهي معاني يقدرها المصريون الذين تفاعلوا مع رجال الشرطة وأثنوا على جهودهم وتضحياتهم، مقدمين التهنئة لهم بهذه المناسبة. والمفروض إحنا اللي نجيب لكم الهدية مش أنتوا اللي تدونا الهدية. بجد بجد كل سنة وأنتوا بألف صحة وخير وسلام، وربنا يحميكم يا رب، وقلبنا فداكم كمان. كل سنة وأنتوا طيبين وربنا يحافظ عليكم، أنتوا الأمن والأمان. كل سنة وأنتوا طيبين بعيد الشرطة، ودايما يا رب كده مصر أمن وأمان ومبسوطين على طول. كل سنة وأنتوا طيبين وشكرا على الهدية الحلوة دي. احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا، بلادي سد ومنيع وفوق الجميع ودايما حافظها ربنا. وكل مسلم او مسيح شايل اسمها يديها قلبه وروحه وحياته كلها، ولادها ابطال اسود. هشوف امن وامان على حسهم بصراحه بعد ربنا، يعني ربنا يبارك فيك وربنا يخليكم لينا ويخلونا الدنيا كلها امان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين ومصر بخير يا رب دايما، ودايما معيشينا في امن وسلام. كل سنه وهم طيبين، ولادها ابطال اسود وقد العهود، وجوه قلوبهم حبها يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب، انا اديلك عينيا وقد وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة عالغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل باقات من الورود وهدايا متنوعة أهداها رجال الشرطة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وتهنئة متبادلة بهذه الذكرى الوطنية المخلدة في ذاكرة التاريخ المصري، والتي تجسد التلاحم بين الشرطة والشعب. فعيد الشرطة هو عيد كل المصريين. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب، انا اديلك عاديه وقد المسؤوليه وشرطه شعب احنا ايدنا واحده. ربنا يوفقكم ودايما حافظين مصر، واحنا الشعب كله معاكم طبعا. طول عمرنا كده حاسين بامان بوجودهم معانا، كل سنه وهم طيبين. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب، انا اديلك عاديه وقد المسؤوليه وشرطه شعب احنا ايدنا واحده. الاحتفالات بعيد الشرطة امتدت إلى المتحف المصري بالتحرير، حيث تم توزيع الورود على مرتادي المتحف من ضيوف مصر على خلفية موسيقات الشرطة التي استقبلت السائحين بمعزوفات وطنية متنوعة. كل سنة وانتو طيبين، كل سنة وانتو طيبين. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا اديلك عيني وقد المسؤولية وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة عالغريب. والمفروض احنا اللي هنملكوا الوردة دي على الامان اللي انتم عايشين فيه، ما يرضي الله والله. وانتوا امان للبلد وحس امان للملايين، يعني في كل حتة بصراحة. بصراحة حضراتكم طيبين جميعا. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب، انا اديلك عادية وقد المسؤولية وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة عالغريب. فرحة المصريين بالشرطة هي تقدير لهؤلاء الرجال الذين يسهرون على أمن الوطن، وتقديرا لتضحيات يبذلونها في سبيل تحقيق ذلك، فهي عيون لا تنام. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكونوا بخير دايما يا رب، وعيد شرطة سعيد ان شاء الله. بيكم ظهرنا، ربنا يخليك ظهرنا، وبنعلى بيكم ربنا يخليك، والله العظيم بنعلى بيكم ربنا يخليك ظهركم في اي حاجة. مبسوطة ان احنا عندنا ناس حلوة ومحترمة وفخورة بان انتم شرطة بلدنا.
كل سنة وهم طيبين وجعل سنة سعيدة عليهم وربنا يقويهم على هم فيه. ويحميهم وينصرهم ويحمي رئيس مصر وجيش مصر يا رب. أمين أمين أمين. يا مؤمنين بحبك.